بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع انطلاق الشوط السادس الخاص بفئة الإبكار اللقاية المهجنات الأصائل من مسافة الخمسة كيلومترات. ثاني أشواطنا الخاص بفئة المهجنات، نتابع هنا مقدمة الشوط والمركز الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع انطلاق بنت صوغان سيف بن محمد بن هزيم المنصوري، من يقدم لنا بنت صوغان على المركز الأول والانطلاق الأول. المركز الثاني أيضا هنالك بنت غازي علي بن فرج بن حمودة الظاهري. هنا التنافس ما بين السلالات الكبيرة والعريقة هنا على مقدمة الشوط. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات أيضا بنت صوغان العثة بن خزع بالعثة العامري، يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا ومتابعي الكرام، وصلت فريحة، ومرحبا بك يا فريحة على المركز الرابع. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح يتقدم على المركز الرابع. والمركز الخامس هنالك غيارة حمود بن حميد بن هلال العسكري، من يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس. خمسة أسماء مميزة، خمسة شعارات، خمسة سلالات، خمسة أسماء قوية تأتينا مع الخمسة المراكز الأولى، بينما نقلتنا القادمة إلى المركز السادس وهنالك القيادة مع هذا الاسم، مع جلمودة حمدان بن مسلم بن سعيد الدرعي مقدما لاسم جلمودة على المركز السادس. المركز السابع الشاهينية سعيد بن محمد الكليلي يأتينا على المركز السابع. والمركز الثامن هنالك الضبي راشد بن محمد بن ناصر الخن المتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع وصلت سلام، ومرحبا بك الحربي، من يقدم سلام سالم بن رباح بن عوض السحيمي الحربي، وصل على المركز التاسع. والمركز العاشر هنا حدث عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفة يتقدم على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط. نعود مع المركز الأول ومع انطلاق بنت غازي. بنت غازي لسيد علي بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري على المركز الأول على مقدمة الشوط. المركز الثاني بنت صوغان. بنت صوغان تتابع انطلاق بنت غازي على المركز الأول، وسيف بن محمد بن هزيم المنصوري يأتينا على المركز الثاني. المركز الثالث شعار بن مقارح أحد الشعارات الخطيرة المتواجدة في هذا الشوط، يتقدم مع انطلاق فريحة راشد بن بخيت بن علي بن مقارح على المركز الثالث. المركز الرابع هذا شعار العثة، العثة بن خزع العامري يتقدم في هذه اللحظات مع بنت صوغان على المركز الرابع. والمركز الخامس غيارة حمود بن حميد بن هلال العسكري يتقدم على المركز الخامس. أكتفي بالخمسة الأسماء الأولى وأعود إلى مقدمة الشوط مع الشعار الاقتصادي الذي فرض وجوده ونفسه على مقدمة الشوط مع هذا الانطلاق ومع هذا التألق الجميل مع بنت غازي. علي بن فرج بن حمودة الظاهري على المركز الأول على مقدمة الشوط، شعار له ثقله وله وزنه، بينما المركز الثاني أيضا بن مقارح لا يستهان بأمر هذا الشعار على المركز الثاني مع فريحة الاسم التراثي الاسم الجميل وذكريات الماضي. راشد بن بخيت بن علي بن مقارح على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الكليلي، بدأ ينطلق الكليلي مع الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، أم المركز الخامس هنا تقدمت حدث عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفة على المركز الخامس. وسادسا هنالك تتواجد الضبي راشد بن محمد بن ناصر الخن القادم على المركز السادس. وسابعا هنا تتواجد أعياد، أم هنا سلام وأعياد، انطلقت أعياد أحمد بن مبارك بن منيف المنصوري، وأيضا تقدم هذا الشعار مع غزلان ناصر بن حمد بن محمد المنصوري، من تألق في يوم الأمس هذا الشعار سجل ثلاثة نقاط مميزة، أيضا هنا يبحث عن فوز وانتصار جديد لهذا الشعار المميز. المركز العاشر ختاما للجولة مع مزرة محمد بن فهيد بن عبد الله المري القادم في هذه اللحظات على المركز العاشر. ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط، بدأت التحديات، بدأت رحلة البحث عن الناموس. المركز الأول الشعار الاقتصادي، يا سلام يا سلام، لا زال هذا الشعار متسيدا على هذه الشعارات مع هذا الانطلاق. الكيلو الأخير، الكيلو
الكيلو الخطير يا بن حموده ويا الكليلي ويا بن قرار ويا بن مقارح. يا سلام يا سلام لمن الناموس لمن الفوز والانتصار. غير الكليلي على المركز الاول مع هذه السلاله العريقه الغنيه عن التعريف سلاله الشاهين. انطلقت الشاهينيه سعيد بن محمد الكليلي على مقدمه الشوط. المركز الثاني بنت غازي علي بن فرج بن حموده الظاهري. المركز الثالث وصلت حدث عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفه. وصل المنصوري تقدم المنصوري مع غزلان ناصر بن حمد بن محمد المنصوري. ولكن مقدمه الشوط الله الله انطلق الكليلي وبن حموده بن حموده من الجانب الايمن بن قران قادم لمن الناموس. الله الله الشاهنيه بدون اوامر الشاهنيه على المركز الاول وشعار الكليلي. انطلق بن قران انطلق مع حدث عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفه يتقدم على المركز الثالث. ولكن الكليلي الكليلي مسيطر. صدرت الاوامر صدرت التحديات انطلقت الاسماء ثلاثيه مميزه على مقدمه الشوط. ولكن الشعار الاقتصادي بن حموده بن حموده على المركز الاول. يا سلام يا سلام هذا الشعار الذي اعتاد على النواميس ومن له عاده ما خلاها بن حموده بن حموده. سلام لسيد علي بن فرج بن علي بن حموده الظاهري على فوز بنت غازي بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت الشاهنيه سعيد بن محمد الكليلي العامري. المركز الثالث حدث عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفه. المركز الرابع سلام للسيد سالم بن رباح بن عوض السحيمي الحربي. المركز الخامس مشاهدينا متابعي الكرام اعياد احمد بن مبارك بن منيف المنصوري. هكذا انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك بنت غازي. هذا الشعار الكبير هذا الشعار الاقتصادي المميز في عالم سباقات الهجن. التوقيت 7:49 ثمانية اجزاء من الثانية علي بن فرج بن علي بن حموده الظاهري. لك التحية ولك الاحترام. المركز الثاني الشاهنية قدمت مستوى عالي ورفيع. المركز الثاني تعود ملكية الشاهنية سعيد بن محمد الكليلي العامري. 7:50 أربعة أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصلت حدث عبد الله بن ناصر بن عبد الله الخليفة بتوقيت 7:50 ثمانية أجزاء من الثاني تهانينا والناموس.